guess what? Sadly, we see Dr. Haitham al-Haddad in a gathering sitting right next to shoulder to shoulder with filthy khabith, with a filthy khabith rafidi. Look at the brother. I don't know how you can, one can sit shoulder to shoulder with a person like this, knowing that he insults Aisha radiallahu anha and possibly smile. Is why did he sit in this gathering in the first place? This gathering, if you watch this video, it's online, it's for you to see, you'll see that they keep saying, all of them, taqarrub, taqarrub, we're here to come together, work together, to join together. So on what basis were you going to unite? How can you unite with this filthy Rafidi Shi'i? Brothers and sisters, on what basis? Maybe Ibn Baz taught him, if we accept that. But Ibn Baz is on a different path, rahimahullah. And Dr. Haitham al-Haddad is on a different path. Remember, Iblis used to sit with who? Used to spend time with the angels. Did that mean that Iblis was righteous? The angels worship Allah all day and all night. But he's on a different path, angels on a different path. Dr. Haitham may have spent time with Shaykh Ibn Baz, but they're on two separate paths. Should I tell you a bit more about the particular individuals that Dr. Haitham al-Haddad is sitting with, that he went to work, go in an attempt to work together with, in attempt to join forces with? These people are supporters of a man called Yasir al-Habib. Yet Dr. Haitham al-Haddad wants to sit with them. What did the Prophet sallallahu alayhi wasallam say to Aisha radiallahu ta'ala anha when you see such people? He told Aisha, فَحَذَرُوهُمْ Aisha, get away from them. What did Allah subhanahu wa ta'ala say? فَعْرِدْ عَنْهُمْ Imam al-Qurtubi said, this is referring to the people of bid'ah innovation. Get away from them, turn away from them. Allah is saying, turn away from such people. And Dr. Haitham al-Haddad and Yasir Qadi are turning to them. Let's work with them. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور هيثم بن جواد الحداد، مجلس الشريعة الإسلامية. أشكر قناة الحوار وأشكر الدكتور عزام وأشكر المداخلين. دعونا نتكلم بصراحة، وأرجو أن حينما نتكلم في قناة يشاهدها الملايين وقناة محترمة ويحضر هذا القناة يعني عدد من المحاورين من أصحاب التخصصات، أن لا نسطح عقل المشاهد. نحن لدينا إرث تاريخي، وهذا الإرث التاريخي مستمر حتى الآن، والإرث التاريخي دموي في كثير من صوره. نحن لدينا كتب، هذه الكتب هي التي تمد عقائدنا. لا يمكن أن نقول أن هذه العقائد المسطرة في الكتب لا يتبناها أحد. الآن حتى لو تركنا هذه الكتب العقائدية التي تتحدث عن سب عائشة رضي الله تعالى عنها، عن لعن أبي بكر وعمر وإلعنوهما فإنهما ملعونان، وبعض الكتب التي تتحدث أن من لم يلعن أبو بكر وعمر فهم ملعونين، بل الكتب المعاصرة الآن الخميني وجميع كتبه فيها لمز بأبي بكر، فيها لمز بعمر، فيها لمز بعائشة رضي الله تعالى عنها، فيها لمز بأمهات المؤمنين. إذا تحب أن يتحول النقاش إلى عقدي موجود مصور ومش يعني منقول. طيب لا، ليس حتى في الكتب المعاصرة. طيب حتى المتحدثين من الشيعة، هذا ياسر الحبيب. هل مشكلتنا نحن في الاعتقاد الشيعي أم في إظهاره بصورة فجة كما أظهره ياسر الحبيب؟ أرجو أن نميز بين القضيتين. إذا كنا ندعو إلى التقارب، علينا أن نعالج العقيدة، لأنها العقيدة هي التي تحرك الناس، ولا يمكن أن نسطح الموضوع ونقول العقيدة لا تحرك الناس. منطلقات الناس كلها منطلقات عقدية بحتة. إيران دولة أسست على العقيدة، إسرائيل دولة أسست على العقيدة، وهكذا. ولا يمكن أن تنجح أمة من الأمم إذا كانت خاوية العقيدة. إذن العقيدة هي التي تحرك، فإذا كان هذا موجود في الكتب، كيف يمكن أن نتجاوزه؟ هل يمكن أن نتجاوزه ونقول أن هذا لا ينطبق على أحد؟ حسن شحاتة العلامة الأزهري اللي تشيع، طيب إيش يقول عن عائشة أم المؤمنين؟ موجود هذا في كل مكان. هذا لما انطرد من مصر، طيب، وأقيمت عليه دعوة، من الذي أعطاه لجوء سياسي؟ حسن شحاتة الأزهري. طيب ياسر الحبيب نفسه كيف هرب من الكويت؟ ياسر الحبيب من منحه الأموال هذه؟ الخمس الذي يجبى من جميع البلاد ويذهب إلى إيران. طيب إيران كبعد سياسي يا دكتور هلباوي، إيران طهران لا يوجد فيها مسجد سني واحد، طيب، سوى مسجد السفارة. وأنا يعني بحثت هذا الموضوع،
سوى مسجد السفارة الباكستانية وبعد التي واللوتيات. طيب إيران حتى البعد السياسي عرب الأحواز، طيب عرب سنة. هذا ليس موضوعنا. لا 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 خلينا نتكلم حتى لا نتجاوز، حتى نقول اسمح لي أنا ما قطعتك، عفوا أنا ما قطعتك ودكتور. طيب لا لا طيب ماشي، هل نقاطع لما نتحدث او نتحدث؟ هو عشان يكون في منهجية، عفوا لو سمحتوا، لو سمحت بإمكاني عشرات الكتب أرد عليك بالكتب. القهراء لا يوجد فيها مسجد، الرياض لا يوجد فيها مسجد، نستطيع أن نرد بهذا يا أخي؟ ليس هذا موضوع، إذا ندخل في هذا الموضوع تخرب ال لا حتى طيب أنا ما قطعت، أنا ما قطعت أحد، وأرجو أن لا أقاطع عزيزي، لأن خرجنا عن النص، خرجنا عن الموضوع. هذا أصلا الجذور كما قدم الدكتور في البداية، نتحدث عن الجذور، وقيل كلام لابد أن يرد عليه، ما لا يكون الكلام طبعا. احنا هذه الندوة حوارية مفتوحة. جذور الخميني جذور يا جماعة، الخميني جذور، حسن شحاتة جذور الخميني جذور. طيب حتى القنوات، انتم تردون بعد ان ينهي كلامه، بعد ان ينهي كلامه. قناة العراقية نفسها، قناة النيل والفرات، قناة البتول. دكتور هيثم، لحظة من فضلك. دكتور هيثم، لحظة من فضلك. يعني إحنا الغرض من أن نفتح هذا الباب، تطرح الآراء ويرد من يريد أن يرد، ما في إشكال. ستحول الموضوع إلى مناظرة، نحن الآن نريد أن نتفادى. الآن هو يبحث في الفتنة، وسنقول في الفتنة من جديد. لا إذن لا تقول ما في فتنة، هذه الآراء، لا تقل ما في اعتقاد يا جماعة. أنا أرد على القضية، أنت قلت هذا الاعتقاد شاذ غير موجود عندنا. إذن بس أريد أن أوضح هذه القضية. إذن ليكن لديك الشجاعة، ليكن لديكم الصراحة أن تقولوا اعتقاد سب أمهات المؤمنين موجود عندنا، لكننا نحن نستنكر. لحظة ما أنت لو يا دكتور هيثم، أنتوا لو يا جماعة، أنتوا لو خليتوه كمل بعدين لكم حق الرد وللآخرين حق التعقيب، وإلا ما هي الحوار؟ حوار قبل أن نبدأ قلت لا يتحول إلى مناظرة، لأنه إذا تحول إلى مناظرة لا داعي لهذا. هي وجهات نظر أخي، هناك فتنة الآن تعصف بالأمة، هذا الكلام يؤدي إلى تركيز الفتنة وإثارة الفتنة. لا بالعكس، نحن نريد حينما يكون هناك سرطان لا تقول ليس هناك سرطان، لابد أن تتحدث عن السرطان. السؤال سرطان من أهل السنة. دكتور هيثم فنحن نتحدث عنه، لا نريد أن نتجاوز ونقول ما في سرطان. يا دكتور هيثم من فضلك شوي، اسمح لي الآن بسبب هذه الفتنة وبسبب أشياء كثيرة تحدث، هناك أسئلة تثار في قطاعات واسعة من المجتمع المسلم هنا وفي غير هذا المكان. إذا أردنا أن نتجاهل هذه التساؤلات ولا نحاول أن نجيب عليها، معناته أنه إحنا نغطي على الموضوع ويمكن أن يتفجر من جديد. طبعا الدكتور هيثم ذكر أمور تحتاج إلى دليل، قضية أنه هل إيران لها علاقة بالموضوع أم لاش علاقة، هذا ما أدري أنا، هذا يبد أن يثبت الدليل. صحيح. لكن فيما يتعلق له، هو لديه سؤال وجيه ولا مانع من أن تتفضلوا بالإجابة عليه. وهذا السؤال هو ما هذا السؤال الذي ذكره ياسر الحبيب؟ هل هذا جزء من عقيدة الشيعة والاعتراض هو على الأسلوب فقط؟ وهذا سؤال أنا سمعته في كثير من الأماكن، يعني أنا لا أرى حرجا من أن يوضع هذا السؤال على الطاولة وأن يجاب عليه، لأنه التقريب لأنه التقريب في نهاية المطاف هو على أي أساس سيكون هذا التقريب؟ صحيح. يعني لابد أن يكون هناك أساس، أرضية صلبة. أي نعم. فأنا أرى أنه بدون ما إحنا نستفز هنا في هذه الجلسة، نتحلى بالصبر وبالهدوء، وكل سيتكلم حتى لا نتهرب مما يطرح بين العامة. نعم. يعني هذا السؤال يطرح في كل يوم. أي نعم. فأنا أرى دكتور هيثم أن تختصر لو سمحت ما هي التساؤلات التي أنت توجهها،
دون التطرق إلى قضايا لا تستطيع أن تقدم الدليل عليها. حتى نعطي الفرصة للإخوة لأنه هذا موضوع، هذا الموضوع في غاية الأهمية. نحن أردنا هذه الندوة حتى نتكلم عن هذه القضايا المهمة، مش حتى نهرب منها. طيب إذن نلخص السؤال مرة أخرى، لكن أرجو أنه يعني عين الرقيب ما تقص السابق. ما أنت إذا اختصرت بنضطرش نقص. لا بس أنا ما أخذت وقت ترى حتى. لا هي يعني الجميع فاهم رسالتك. الجميع فاهم إذن هذه الرسالة يعني هل هي قضية اعتقاد أم لا تحتاج إلى أن تكرر الأسلوب. فهمت طيب وصلت. وأنا أزعم أن الصغير والكبير في عام 1986 أنا ذهبت إلى الحج ويعني فقدت فرقتي في مزدلفة، جاء باص شيعي من القطيف، أنا درست في جامعة البترول والمعادن وكنت أحتك بالشيعة دائما، وجاء باص، الباص هذا كان فيه مريض، نزل المريض بدأ الشيعة يصلون، لما المريض قالوا له بدل أن يقول له توكل على الله قال توكل على الله وآل البيت تشفى. المهم جرى النقاش بيننا وبينهم، قالوا نحن نعتقد عقيدة طيب أن أبا بكر وعمر يسحبان على وجوههما في النار وأن عائشة الخبيثة هذه في النار. طيب وهذه العقيدة إذا تريد قلت لك هذه مصور. طيب إذن أنت يا دكتور هيثم وصلت النقطة رجاء وصلت طيب النقطة قضية ونعطي فرصة جميل للإخوة يجيبوا على هذا السؤال لأنه ماشي في غاية الأهمية. طيب واضح، وليست قضية عائشة قضية لعن أبي بكر وعمر، حتى القرآن دعك من الذين يقولون بتحريف القرآن مثل الطبرسي وغيره، تأليف القرآن يعني يسمونها إيش ترتيب القرآن. طيب أغلب روايات الشيعة تشكك في ترتيب القرآن، لماذا؟ لأن القرآن كان مع حفصة وبنت عمر بن الخطاب، وعمر ملعون عند الشيعة ولا يمكن أن يثق به. طيب البيانات، حتى البيانات، طيب البيانات سواء البيان الصادر في لندن أو البيان الأول الذي صادر من المرجعيات الشيعية استنكارا على ياسر الحبيب، هل قال عائشة رضي الله تعالى عنها؟ هل قال نحن نعبها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم نستنكر هذا الأسلوب الفج؟ طيب دكتور هيثم طيب ماشي خلينا ماشي نعطي فرصة طيب لأنه لا نقطة أخرى لا ما هي قضايا أنت تثير قضايا كبيرة هم بحاجة إلى أن يتكلموا فيها ويكون في فرص أخرى لا غير الناحية العقدية. طيب قضية القنوات قناة الصفا طيب هل أذكر لك 10 قنوات أو 11 قناة من التي بس شاهدناها بسرعة من التي تمارس السب واللعن؟ طيب قناة الصفا أنا أتحداك وأتحدى أي واحد إذا جاب فيها طيب أحد من المشايخ يقول لأني دعيت إليها وكنت سأشارك فيها، إذا قال وهذا كان شرطي إذا قال اللهم لعن فلانا اللهم لعن الشيعة أتحداك. لكن كل قناة طيب أو أكثر القنوات الشيعية مع الأسف فيها قضية اللعن. ولذلك نحن إذا نريد أن نلخص القضية نحن ماذا نريد أن نطلب من الشيعة إذا نريد أن نتكلم عن تقارب؟ نريد واحد، الأمر الأول تعظيم الله جل وعلا، نحن نريد منهم أن يعظموا الله ولا يعظم يا دكتور هيثم يساولها. دكتور هيثم القضية الثانية يا دكتور هيثم طيب أرجوك لحظة من فضلك دكتور هيثم أنت الآن وقت البرنامج حيروح طيب ما تطرقنا للقضايا المهمة التي طرحتها فرجاءً أنا أرجو أرى أن تنهي الآن يمكن أن يكون هناك فرصة أخرى